تأشيرات العمرة والحج. حج ايه في تأشيرات الحج دلوقتي؟ العمرة فيها مشاكل؟ مين معانا؟ الأستاذ باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بشركات السياحة. أستاذ باسل مساء الخير. مساء الخير محمود بيه. أهلا أهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. حضرتك بصحه وسعاده. النهارده نحن في شعبان الشهر الكريم والجميل، والناس تستعد لعمره رمضان وعمره شعبان، وفي مشاكل في التاشيرات. والله هو عندنا طبعا باعتبارنا ده موسم، معايا حضرتك؟ نعم يا فندم. عندنا طبعا موسم شعبان ورمضان موسم مهم بالنسبه للمصريين. كتير من الناس بتحب تقضي العمره في موسم شعبان ورمضان. للأسف الفترة الأخيرة حصل مشكلة بعض الشركات اللي هي سعودية، أعتقد أن عندها بعض المخالفات في السلطات السعودية اللي هي وزارة الحج أوقفتها عن العمل. الشركات دي للأسف متعاقدة مع أكثر من 150 شركة مصرية. 150 شركة مصرية؟ 153 شركة مصرية بالضبط. الشركات المصرية بالفعل متعاقدة مع 153 شركة مصرية على تنظيم رحلات العمر. راحت التأشيرات دي. إيقاف الشركات دي معناه أن الشركات المصرية عندها تعاقدات مع معتمرين الفترة في شهر شعبان ورمضان، مش هتقدر تطلعها لأن أصبح مش موجود تأشيرات بالشكل ده. يا نهار أبيض. دي مشكلة، مش بس مشكلة عمرة أستاذ باسل. دي مشكلة الشركات دلوقتي، هي شغالة على السياحة الدينية، ما فيش سياحة داخلية ولا سياحة خارجية. والله يعني بيقضوا مرتبات الموظفين بس بتوعهم بالحج والعمرة والحاجات ديت. يعني بداية هي المفروض ان في معتمر، وده بالنسبة للشركة عميل مهم قوي ان احنا نوصله طلبه، مهم قوي ان احنا نلتزم بتعاقداتنا معاه. اليوم اللي بيعدي بدون حل المشكلة دي اعتقد ان في خسائر كبيرة جدا على جميع الاطراف. طب فين الخارجية يا استاذ باسل؟ الخارجية فين؟ والله احنا تواصلنا مع وزارة السياحة، واعتقد ان السيد وزير السياحة المفروض انه يكون اتحرك وتواصل مع وزارة الحج او من خلال وزارة الخارجية زي ما حضرتك بتقول، ومتوقعين ان احنا خلال 48 ساعة يكون في حل، لان الموضوع لو استمر كده هيبقى في مشكلة كبيرة جدا، لان للاسف طيب. احنا عندنا معظم حتى الخدمات اللي بتقدم في شعبان ورمضان تعاقدنا عليها وسددنا مقابلها طبعا، وحجزت الاوتيلات وحجزت كل حاجة ودفعت فلوس. حقيقي ده موجود للاسف، يعني علاقة متشابكة مع الوكالة كمان عشان تحلها. يا خبر ابيض، دي مشكلة كبيرة يا استاذ باسل. ده حقيقي، متمنين ان ربنا يكرمنا ان شاء الله ويقدر يكون في تواصل مع الدولة عندنا ومع السلطات السعودية ونقدر نوصل لحلول. ولسه احنا هنبدأ التواصل ده، احنا عمال نبدأ التواصل لكل رمضان كل سنة وانت طيب. ما هي للأسف حقيقي حضرتك التواصل ده لازم يكون بدأ، والنهاردة وبالليل وبكرة الصبح الجمعة، واجتماعات سريعة. عمرة دي حاجة مهمة طبعا، المصريين بيحبوها جدا وكلنا بنحبها، وبعدين شركات هتقفل، هتتخرب بيتها اكتر ما مخروب. ده الحقيقه للاسف ان هي عشان توفي التزاماتها اولا لازم توفي التزاماتها، ولو حصل لا قدر الله ما حصلوش على التاشيرات دي اعتقد هيبقى في عجز عن الشركات ان هي ترد. طيب يا استاذ باسل هنتابع مع حضرتك ان شاء الله، شكرا جزيلا. ده موضوع في منتهى الاهميه. شركات دلوقتي السياحه ما فيش بقى لا غردقه ولا شرم الشيخ ولا ما فيش حاجه خالص، مش شغالين خالص، فبيشتغلوا في السياحه الدينيه ما بيكسبوش منها خالص، بس على الاقل بيدفعوا جزء من مرتبات الموظفين. لو بنيجي نوقف 153 شركه نمنع رحلاتهم بتاعه العمره، لا ده حاجه صعبه جدا. في بقى الطالب بتاع كليه هندسه عين شمس ده يعني عايز نظره من المسؤولين. هم قالوا ان هو خدوه من الكليه، ده كلام من اتحاد الطلاب، ووقفوا بعض الانشطه في الجامعه. اتحاد الطلاب توقف، استقال اتحاد طلاب جامعة عين شمس هندسة عين شمس. الداخلية قالت لا احنا ما خدناهوش من الجامعة، احنا في الصحراء في التجمع الخامس لقوه معاه سلاح وبتاعه وحصل ضرب نار واتقتل وحاجات زي كده. الأمر يحتاج إلى توضيح دقيق دقيق دقيق، مش هقول أكتر من كده في هذا الأمر دلوقتي، لأن الأمر يحتاج إلى هو ولد إرهابي ماشي، كان في الجامعة يوم الثلاث بيمتحن ماشي، بيقولوا ان ادارة الجامعة قالت انه خرج الساعة 11:35 دقيقة بالكاميرات، نشوف ده يبقى كويس. كاميرات يعني شرايط، بدل ما احنا نتفرج على امسك ايدي وامسك رجلي نتفرج على ده، نشوف الولد خارج من الجامعة مع اصحابه الساعة 11:35 دقيقة.
يبقى اي حد يتكلم بص خرج اهو، خرج قدامك اهو، يبقى ما تقفش في الجامعه، يبقى خلاص الناس ما تتكلمش، انما بتسيبوا الناس تتكلم، مش الناس غاويه تطلع اشاعات على المسؤولين وعلى الدوله وعلى الداخليه، لا الناس بتتكلم لانها ما عندهاش معلومات دقيقه. الولد اختفى، كان في الجامعه واختفى، وبعدين لقوه في التجمع الخامس اتقتل بقى نتيجه ان كانوا بيحاولوا يقبضوا عليه، فكان معاه سلاح، كان معاه قصص يعني ممكن تكون صادقه، ولان احنا ما يعني مقروصين من الداخليه كتير في سنين سابقه طويله، فما بنثقش بسرعه. فنثق بايه؟ بالمعلومه الدقيقه. يا سلام لو المعلومه دي مصحوبه بصوره، صوره بتقول ان الولد فعلا كذا 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 كذا، خلاص يبقى تمام. تمام، عايزين نرجع الثقه بيننا وبين بعض. مش هتنفع بالكلام، مش هتنفع الا بالفعل. زي مثلا زي احنا امبارح تقرير العربيات، وانا قلت من شويه ان ما حدش التفت، لا الداخليه كلمت في الفاصل وقالت ان احنا قفشنا عربيتين او ثلاثه، مش مهم لمين، المهم ان قفشوهم ودفعوهم 1500 جنيه غرامه وحققوا معاهم وقبضوا على العربيات. ده تمام. يبقى انت بقى دورك بقى يا علي، يا محمد، يا حسين، يا جورج، يا ناجي، يا ابراهيم، اي حد، صور وابعت نزيع الداخليه تديله مخالفه. تزرع فوق سطوح؟ طب تزرع القش في البلكونه؟ هو كان في ناس بتزرع مخدرات زمان في البلكونات، فاحنا مش هنزرع كده، هنزرع ناكل بيقولوا كده. كان ممكن تزرع في البلكونه، ممكن تزرع فوق سطوح، ممكن تزرع لو انت مثلا عندك حوش في البيت كده، مش عارف بيزرعوا ازاي، انا كنت فاكر بيزرعوا في حاجات كده. قال لك لا لا لا، في معانا الاستاذ شريف عادل مؤسس شادوف. بعد الفاصل ان شاء الله. بعد الفاصل نواجه ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهه بحلول مختلفه. شريف عادل مؤسس شادوف يروي تجربته مع مشروع زراعه اسطح المنازل والشرفات.